نروح لجنوب افريقيا مع سفيرنا هناك سيد السفير شريف عيسى ونساله على النهارده كان الاجتماع الامني للمباراه. اولا مساء الخير. مساء الخير محمد بيك، اهلا بيك. ازاي حضرتك يا فندم؟ اهلا بيك محمد بيك وتحياتي، سعيد بيك كتير. اهلا استاذ سفير، مساء الخير يا فندم. تحياتي ليك. اهلا وسهلا. اشكرك على تواجدك معانا، والنهارده كان الاجتماع الامني والتنسيقي للمباراه، لو تكلمنا عنه واتكلمنا كمان اكتر على هذا الاستعداد والحفاوه اللي قوبل بيها فريق النادي الاهلي. يا اهلا بحضرتك يا فندم، ويشرفنا دايما وجودنا على قناه الاهلي. انا بس عايز اوضح حاجه كابتن محمد. اتفضل. الاجتماع الامني النهارده كان خاص بترتيبات امنيه للجلوس للجمهور. تمام. لترتيبات الامنيه اللي هتتعقد ان شاء الله يوم الجمعه. تمام. دور كابتن سمير عدلي طبعا وباقي اعضاء الفريق الفني الاهلي. ولكن النهارده احنا كنا كسفاره هناك على الاستاد كاملا ونامن الجمهور المصري هيقعد فين، وبالفعل حددنا له مكان مناسب جدا، يعني هو على طول يعرف المقصوره اللي هيقعد فيها رجال الامن كلهم، بحيث انه يبقى الجمهور المصري اللي هيتواجد ان شاء الله مؤمن تماما وفي يعني سيف وامن في مكانه. مفيش اي حاجه ممكن تهدد الامن غير ان احنا بناخد اجراءات احترازيه على عدد الجمهور. يا معالي السفير، هل حدد للنادي الاهلي عدد الجمهور او عدد التذاكر لجماهير النادي الاهلي؟ احنا بنتكلم في حدود 200 يا كابتن محمد. دي من الجاليه اللي موجوده في جنوب افريقيا. الجاليه في فيكتوريا يا محمد قليله شويه، يعني كتير، ولكن في حرص شديد ان يبقى موجودين، يعني السفاره باعضاء المكاتب الفنيه ببعض الجمهور اللي مصطفوا. لكن صدقني هي الفكره مش بالعدد، هي الفكره بالروح اللي هتبقى موجوده. صحيح. هندسها ان شاء الله في تشجيعنا للفريق ان شاء الله يا فندم. تواجد الكابتن محمود الخطيب على راس البعثة هل بيعطي ميزه اضافيه للنادي الاهلي وبعثه النادي الاهلي؟ لا يا فندم، ميزه اضافيه دي كلمه يعني بسيطه جدا، بيدي زخم غير عادي للفريق لا تتخيل. وحضرتك اكيد عارف الكابتن محمود نشاطه عامل ازاي وتواجده وشخصيته وادارته للفريق، ادارته للمجموعه اللي موجوده معاه. يعني بصراحه انا يعني كنت منبهر بهذا التواجد وهذا الالتزام اللي موجود في اللعيبه والجهاز الاداري، بمجرد ان كابتن محمود موجود ومتواجد، وهو متواجد بصفه مستمره مع الفريق في كل مكان يروح الفريق. يعني النهارده انا شفت كابتن محمود مرتين، شفته وهو يلتقي بيهم صباحا، وشفته وهو معاهم في الملعب رايحين ملعب التدريب علشان التدريبات اللي بعد الظهر معاهم. صحيح. يعني زي ما حضرتك اتفضلت وقلت بالظبط يا كابتن محمد، وجود الكابتن محمود الخطيب يعني بصراحه يعني مدي دفعه قويه جدا للفريق، ودائما النادي الاهلي عودنا على الالتزام والانضباط، فده شيء مش غريب على النادي الاهلي ابدا. سواء كان وجود الكابتن محمود او كابتن المرتجي او الدرندلي، كلهم حقيقي على قامات عاليه. صحيح. توقعاتك انت بقى للمباراه، لو تحب تكلمنا على المباراه، توقعاتك للمباراه بعد الهزيمه في المباراه الاولى لصن داونز، توقعاتك للمباراه الثانيه. احنا لازم يعني نتفائل بشده ان اداء النادي الاهلي كان اداء قوي جدا في المباراه الاولانيه. انا ان شاء الله ويا رب يعني يصدق توقعاتنا كابتن محمد ان احنا الاهلي ان شاء الله هيكون ان شاء الله. اشكرك جدا معالي السفير شريف عيسى، سفير مصر في دولة جنوب افريقيا.